توقع حسنين درويش رئيس الشركة السعودية المصرية للعقارات زيادة ضخ الاستثمارات السعودية بمصر في الفترة المقبلة بعد إنشاء صندوق استثمار مصري سعودي بقيمة 16 مليار دولار. صندوق استثمار مصري سعودي برأس مال حوالي 16 مليار دولار. بهذا الاتفاق ده معناه ان هناك استثمارات واعده قادمه في المستقبل ان شاء الله. وانا هنا عايز اشير ان الاستثمارات السعوديه كانت دائما موجوده في مصر، لكن اعتقد ان المرحله القادمه سوف تشهد مزيدا من هذه الاستثمارات المشتركه بين البلدين. و عايز أشير برضو أن في هذه الزيارة الكريمة تم الاتفاق على تطوير حوالي 1000 كيلومتر مسطح من جنوب سيناء، تطويرهم واستثمارهم، ودول هيبقوا جزء من مشروع نيوم، المشروع الواعد اللي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، واللي هيكون على مساحة 26500 كيلومتر مربع. وانا اعتبر ان هذا المشروع مع ان شاء الله جسر الملك سلمان مع تنمية وتطوير سيناء، احنا ان شاء الله المنطقة دي هتبقى احدى المناطق الاستثمارية الهامة في العالم في الفترة القادمة. في مؤشرات ايجابية جدا ظهرت في مصر في الفترة الاخيرة، اللي هي قانون الاستثمار الجديد وليحته التنفيذية. الحقيقة هذا القانون حل كثيرا من المصاعب التي كانت تواجه المستثمرين في إتمام استثماراتهم داخل مصر. بهذا القانون الجديد ولائحته التنفيذية وبهذا التوجه من القيادة السياسية العليا داخل مصر بضرورة تنشيط الاستثمارات داخل مصر وتسهيل العملية الاستثمارية وتسهيل حل المشاكل حال حدوثها، لان احنا بنقول العمليه الاستثماريه شقين، خروج العمليه الاستثماريه بقوانين بقت مبسطه، في حاله لا قدر الله حدثت بعض الخلافات يتم حلها بالشكل السريع والشكل العادل. كل دي مؤشرات جاذبه للاستثمارات السعوديه في المرحله القادمه والاستثمارات بشكلها العام داخل مصر.